أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36,586 شهيدا و 83,074 مصابة. وأكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 36 شهيدا و115 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا يستطيع الوصول إليها.